صباح الخير. ايه ده؟ هروب 2 من مستشفى المجانين الدولي. مساء امس هرب المدعو بلحة والمدعو واخوه تمرة. بلحة وتمرة هربوا من انو نخلة دول؟ استني بس لما نسمع الخبر قولي يا راني. هذا وفور هروبهما انطلقت قواتنا التمرجية فورا للبحث عنهم في اوكار المجانين. هذا وتنوه يا جماعة يا جماعة اطفوا الراديو ده. ايه اذاعة رانيا الكبرى ساعة صبحية؟ معقولة؟ وبعدين في مجانين بيهربوا، المجانين ما يعرفوش يعني ايه هروب اصلا. خس عليك يا عادل، ما تقولش كده على المجانين. الناس دول فيري انتليجنت، متصورش قد ايه، وبعدين بيعيشوا في ملكوت بتاعهم كده يجننوا. مامي، العالم النفسي المشهور الملحمي ابراهيم ملوخيه كتب في بحثه الاخير. بحثه ايه بقى؟ كتب في حلته مدام ملوخيه؟ ويا ترى بقى مين اللي اشرف على البحث ده؟ الدكتوره منى عامر؟ استنى بس يا عادل، قولي لي يا رانيا، الملاحيس دول هربوا في انهي منطقه؟ واحده في منطقة الجيزة وضواحيها، يعني على فكرة قريبين قوي جدا مننا. ايه قريبين قوي مننا ده؟ انا ومجنون يرضى يعيش معانا هنا في عش المجانين ده؟ لازم يبقى مجنون. على رأيك والله يا سناء، معقولة يعني هيخرج من عنبر مجانين يجي هنا هو على عنبر المجانين الكبير؟ عملت تقول لي اجري وشد حيلك، شد حيلك لحد حيل ما اتقطع. قطع وحيلنا الله يقطع حيلهم يا شيخ. المشكلة ان هم كانوا ماشيين بظهرهم عشان كده ما شفناش وشهم. يا عم ما تقلقش، انا شفتهم هما داخلين في الشارع اللي فيه القهوه. اقعد كنا حبتين كده نشربنا شويتين شاي وبعدين نقوم نمشط المنطقه. لو مسكناهم وخدنا المكافاه هتبقى لوز لوز اللوز. اه والله. انا شايف انت جايبني هنا اقول ايه؟ ما كنا شربنا هباب الشاي ده هناك وخلاص. لا بقى، التماثيل بتقعد تبص لي في الكوبايه اللي انا بشربها. بيحسدوك انا كوبايه الشاي؟ ايوه دول بقى. امشي يلا، شاربين 4 كوبايات قبل كده. انت هتضربني يا واد ولا ايه؟ لا. امشي يلا امشي يلا، كل شويه على شرب كوبايه شاي. اوعى اوعى ايه بقى دول؟ ها نو نو ست ست اهو ست اهو بقيت ست اهو كده. انت بقيت ست؟ ايوه. بقول لك ايه، ارمي ودن في بق مورستاني بيتقال. رامي وبعدين هلا يا رمزي، دلوقتي التمثال بتاع اله الكاراتيه عند قدماء اليابانيين ريحته وحشه يالا، انت ما بتحمموش ولا ايه؟ لا لو سمحت بقى يا دولا ما تفتحش الموضوع ده تاني معايا عشان ما نخسرش بعض يا دولا. يالا انا بهدي النفوس يالا، عايز يعني اظبط العلاقه اللي بينك وبين التمثال، لان ده تمثال شرس، ده عنيف يالا، ده ممكن ياخدك مقص كاتا يجيبك على الارض يشقلطك. لا يا دولا، ده يعمل الكلام ده مع التماثيل اللي على الرف اللي جنبه، لكن انا لا، ده انا واخد بقى الشراب الاسود في الكاراتيه. اه يعني الكلام ده ما بيمشيش معاك انت. أوه. يعمل ده مع التماثيل التانيه. ده اهم حاجه بقى، الشراب اللي انت خدته باستيك ولا من غير؟ لا يا دولا، هم ان شاء الله وعدوني لما اخسر البطوله اللي جايه هيدوني بقى الاستيك. بقول لك ايه، شكلنا هنقبض المكافاه وهتسقسق. الحمد لله جونا لحد عندنا والليله هيصه. دولا حبيبي لو سمحت، يعني انا عايز استشيرك في فعل امر صغير قد كده. خش على النحو خش. انا كنت عايز يعني افصل بين التماثيل الولاد والتماثيل البنات عندنا في البازار علشان ما اقعدش بقى مصحصح لهم انا بقى واسكت يا واد بس يا بنت. يعني انت عايز تبقى نايم على طول ما تصحصحش خالص يعني؟ الله، دول مسافرين خالص قاطعين تذكره ذهاب وعوده لمستشفى العباسيه. بقول لك ايه، انا هما نغشهم لحد انت ما تجهز القمصان. مساء الخير يا اساتذه. لا ما انا رايي كاب وعندي 3 تماثيل حطيتهم في النيش بصرف عليهم دم قلبي والله يا استاذ، ان انتوا تعملوا رفين، رف فوق للولاد ورف التاني لتحت للبنات. اه لو رف البنات تحت اوكي ماشي، عشان الولاد لو تحت هما يقعدوا يبص على رجل التماثيل البنات. لا ما يصحش. لا طبعا صح يا دولا صح. وبعدين كل تمثاله تنام بقى في الكرتونه بتاعتها بقى علشان ما نقعدش بقى ذروتها. آه ايوه صح صح صح. طب ان شاء الله بينا بقى يا كتاكيت. ايه على فين؟ على البيت طبعا، تروحوا تشوفوا زمايلكم في عنبر 6. وحشكوش جلسات الكهرباء هناك. كهربه ايه انتوا؟ ايه في ايه؟ احنا جايب لكم مولد كهرباء فولته عالي. مولد كهرباء ايه؟ عشان تكهربوا كلكم، عشان تكهربوا كلكم. انتوا تكهربونا ليه يا كابتن؟ انتوا فاهميننا مجانين يا دولا؟ يا دولا هتشيك هتشيك وبتلقى. شرفتوا عنبر 6. الله، دول ايه المكان اللي احنا دخلنا فيه ده؟ دول ده مستشفى المجانين.
ايه ده؟ ياه، انا حاسس يا دولة ان صدر انجرح. عايزه بقى ينجرح اكتر؟ اه يا دولة. شم مواس يلا. ارقص يا حضري، خرط يا حضري، اهرب يا حضري. اهو ده يلا مشجع اهلاوي، وحصل له كده اول ما لقى الحضري سابه وسافر. دهب جاوب هتكسب، دهب دهب من غير ما تتعب، دهب دهب اصل السؤال بجنيه، دهب دهب. الله يا دولة، دولة الاستاذ صادق علام اهو. لا يلا، ده مش صادق علام، التاني اسمه طارق علام، ده بيطلع وراه بقى على طول يلا، يقعد يشاور للكاميرا كده اهو، واي حد يفوز بجنيه ده بيروح يبوس ويسرق منه الجنيه يرجعه لطارق علام تاني، افهم يلا. اعزائي المشاهدين، معانا احد الشباب في الشارع. اهلا، ازيك؟ انا الحمد لله كويس يا استاذ. هو بيكلمك انت؟ بيكلم كتفي، مش شايف الهون عند كتفي ازاي؟ فيلم ايس كريم في جليم كان كوبايه ولا بسكوته؟ صراحه يعني انا ما اشتغلتش الفيلم من اوله عشان كان ساح مني يعني. طب انا هسالك سؤال سهل شويه، عشان السؤال لازم يبقى سهل عشان الجنيه اديهولك عشان ما يضيعش مني. فيلم المواطن المصري رقم بطاقته القوميه كان كام؟ ها، رقم بطاقته القومية صراحة ضاع منه في الحرب في 73، وهو ما عرفش يطلع رقم بديل يعني عشان البيروقراطية. لا 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 لا، تعال انت قصير. غلط؟ لا غلط طبعا، تعال انت قصير. انا هسألك سؤال قصير. مين؟ اكيد هو، ما فيش غيره. إجابة صحيحة. الله الله. اتفضل يا سيدي. اللي اقول لي معاك فكه 5 جنيه ذهب. شفت بقى شغل الناس، مش هديك الجنيه على طول، بيقول لك 5 بيعجزك يلا. لا لا مالكش دعوه، اخرج انت برانا يا عم. انا حبيت يا عم، انا حاسس بألفة بينهم يا عم. ماشي ابو ألفة، اتفضل. هو حضرتك ممكن اروح افكه من على الكشك اللي هو على اخر الشارع؟ لا يلا، كشك ايه، هتفك من عنده ذهب، روح لبتاع ذهب يلا يفكه لك 5 بسرعه. اقول لك فكه من عند ابو حديده. انه ده اهو. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. هو حضرتك ده صامت؟ لا ده متكلم. عايز ايه؟ صح، ده متكلم اهو. ما دام متكلم يقبض اكتر طبعا. لو سمحت يا استاذ ابو حديده، الاقي مع حضرتك فكه 5 جنيه ذهب؟ لا سيبك من دي. ايه رايك لما سيح لك دوت واعمل لك منه جنيهات صغيره؟ جنيهات حديد تسيحها؟ طب تسيحها ازاي يعني حضرتك؟ يا بني ادم، انا عندي مصنع حديد هناك تحت بير السلم. هنا اهو، هنا اهو. انت مش شايف البضاعه دي كلها قد ايه؟ اتفرج عليها بقى لما تسيح، هطلع بيها عمارتين بحالهم. عمارتين؟ الحق يا دوله، ده بيقول لك هيطلع عمارتين. يلا ما تصدقش اي حاجه، دول مجانين. بقول لك ايه، ما دام هتطلع عمارتين ما تشوف لنا شقه عندك كده لو سمحت. والله عندي اوضه شقه وطرقه عامله 1.5 مليون الا نص. اوضه شقه وطرقه. طب بقول لك ايه، يعني دي متهيألي سعرها كده عالي قوي، يعني الاسعار في المنطقه دي ما تقلش عن 3/4 مليون الا ربع يعني. الحديد غلي، الحديد غلي، الحديد ولع ولع يما، الحديد ولع ولع يما. ده الحديد فعلا غلي جدا، احنا اسفين جدا ما كناش نعرف، احنا مش عايشين يعني وما نعرفش ان الحديد ده ولع يعني. ولع يما. ايوه احنا برضك كنا ما نعرفش الا ان الارض بس هي اللي فيها حديد. لا ده بالعكس، يعني عندك مثلا السبانخ فيها حديد. الحديد ولع ولع يما. على فكره دولة، الطماطم كمان فيها حديد. الحديد احمر. احمر يما. الطماطم فعلا فيها حديد، يا نهار جنان. طب متشكرين جدا يا استاذ ابو حديده، متشكرين جدا. دول انا ارتحت للراجل ده. يلا خلي بالك يلا، كل اللي هنا دول مجانين. ايه؟ جون! ما عرفتش اصدها، ما عرفتش اصدها. يلا يا كتاكيت، وجبه الكهرباء جاهزه. انا الاول، انا الاول، انا الكابتن والشر اهي. لا مش كل شويه انت الاول، انا نفسي الكهرباء ابوس ايدك. من فضلك اديني وصله. ايه ده ايه ده، الحق دولة، دول بيتخانقوا على الكهرباء. ايوه يا ابني، عشان الكهرباء غليت والحديد ولع. ولع يا ابني، حديد ولع. ولع يا ابني، حديد ولع. ولع يا ابني، حديد ولع. لا لا، كده عدى تلت
النهار ولسه ما ظهروش. اطلبيه في البازار شوفيه فين. كلمته اكتر من مره ما حدش بيرد عليا. يمكن المدهو اللي اسمه رمزي كسر البضاعه فعادل راح يجيب غيرها. نيفر ايفر. عادل مش كده خالص. عادل رومانسي ما بتحموش الماده على الاطلاق. يمكن عند مراته التانيه يا ماما. هاو دير يو سي ساتش ثينج. ازاي تقولي حاجه زي كده؟ هتتقطع لسانتك يا رب. اولا انا لا يمكن تكون لبنتي ضره. ها انا بنتي الزوجه الاولانيه والاخرانيه. يا جماعه انا قلبي متوغوش وانا قلبي لما يتوغوش يبقى ابني في خطر. شوفي يا حماتي اخشى ما اخشى ان يكون حصل له حادث اليم عصيب جريمه او ربما تكون او ربما يكون قاعد مع اصحابه بيشيش او مع صاحباته بيشيش ومش معبرك. استر يا رب استر. طب هنفضل كده قعدنانين مش بنعمل اي حاجه؟ ما ننزل ندور عليه. يعني نعمل ايه؟ نحطه على النت ونحط جوجل ونحط عاد ونعمل سيرش؟ لا انا هنزل ادور على عادل. هندور عليه في الحارات وفي الشوارع وفي النجوع. يا جماعه عادل ضاع في شارع السكوت. كويس قوي. انزلوا كده كلكم برابطه المعلم الزود دوروا على عادل وسيبوا لي البيت بقى استجم واقعد فيه براحتي. ولما تلاقوه موبايلات. يا سلوم. انت فاكره ان احنا هننزل مش هنرجع تاني؟ نو يا حبيبتي نو. احنا هننزل وهيرجع معانا عادل وهنجي واحنا منتصرين. ليه بتدوري على عادل نصر الدين؟ يا شيخ انت قلبك حجر ولا ايه؟ ده اخوكي اخوكي. ما يا ماما انتم اخوكوا تعبان قوي. واحد غاب 3 4 ساعات. ايه اللي حصل في الدنيا؟ تلاقيه بيعمل حاجه وراجع. بس حرام عليكم. الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعه. الوقت وداعمنا. يلا قوموا شدوا حيلكم قوموا. بالمره هاتي السكينه من المطبخ وغزي بيها ساعه الحائط. لا انا هغز بيها عنيناتك. يا اختي يا اختي اكسبي منها. تعالي نروح نغير هدومنا. يلا يلا امشي. واثناء ما احنا بنلعب بيل قامت بقى في بليه قامت اتشقلبت كده هون وقعت بقى في الترعه. ها ها يا حسن يا شحاته يا معلم. خلي الشبكه بتاعتي تتكلم. البس يا نجم. والسؤال دلوقتي اعزائي المشاهدين، البليه كانت بتعرف تعوم ولا لا؟ اكيد طبعا كان بتعرف تعوم، يعني بدليل ان البلي كله بيعوم. بس دي كسفت حضرتك لانها مش عايزه تلبس المايو. زي ما دوله حبيبي كده قال بالظبط. انا بقى قمت مقطع الجلابيه بتاعت الرجاله شعن وراجل. قمت مقطع الجلابيه كده وقمت ناطط في الترعه ورا البلي علشان انقذها. وانت شهم طبعا انقذتها وعرضت عليها الجواز بعد ما حبيتها واشترطت عليها ما تلعبش مع بقيه البلي في الشارع، صح؟ لو سمحت يا دوله. بص ما تقاطعنيش كل شويه وانا بتكلم مع اصحابي حبايبي وبفتح قلبي ليهم. انت مش بتفتح قلبك، انت بتفتح درج البلي يا ابني. سيبه لو سمحت ابو الكباتن. سيبه سيب القائد يتكلم. قول يا حسن يا شحاته يا معلم. انا اسف جدا. اتفضل يا استاذ يا معلم يا قائد. يا نهار ابيض، انا اصلي من المعارضه يعني. بقى انا رمزي مش قادر عليه. يا رب تبعت لي منه شويه اجزاء. وفجاه كل البهايم بقى والحمير قاموا معترضين. ايوان اعترضوا زيكم كده بالظبط. قال ايه؟ علشان احنا بنعمل دوشه واحنا بنلعب كوره. ما ممكن برضو الكوره تيجي في الازاز بتاع الزريبه يعني تكسره. وبالطبع انا بقى ما سكتش بقى ولا ازاز ولا بتاع. بس برضو هما بقى رخموا بقى وقعدوا يرش علينا ميه وقاموا شايلين طوب العارضه بتاعه الاجوان. اجوان ورقص يا حضري. اجري يا حضري. ركض خرطة يا حضري. ارقص يا حضري. يعني بعد اذنكم يا عقلين، يعني بعد اذنكم مدام كده كده يعني عندنا المواهب ما شاء الله. الاستاذ عصام العضري والاستاذ طارق علام والاستاذ ابو حديدة والاستاذ رمزي هتلر القائد الكبير. ايه رأيكم نستغل الوقت ده ونلعب ماتش كورة؟ لو كسبنا نطفي النور وننام. اتفقنا؟ ماشي يا دولة. بس في يعني افرض ان شاء الله ان شاء الله خسرنا. لو خسرنا مش هيبقى لنا نفس نحتفل فهنطفي النور وهننام برضو. ماشي يا دولة ماشي. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. لو ما جيتيش جون هرجعك سوق العبور، فاهمة؟ وده هشوطها على السكين ولا ايه دي؟ عادي يا دولة عادي. هنخلي الجون بتاعه على شكل تلاجة. صح. ونخلي العيال اللي واقفين ورا الجون اول ما شوط يلموا هم البذر بقى. صح يا دولة. بقول لك ايه يا دولة، ايه رأيك ما نستنى شوية كده هون يمكن البطيخة تسقع وبعدين بقى علشان الماتش يبقى ليه طعم. يا ده احنا لسه هنستنى على ما البطيخة تسقع. احنا عايزين نلعب رياضة ونحل بالمرة. يلا ماشي يا دولة. خلاص يبقى تدوني وقت اسيح لكم حتة الحديدة دي وابنلكم بيها عرضة. انت الحديدة دي محيراك من الاول. انت مش لسه باني بيها عمارتين؟ شكلك كده بتغش في المونة.
لا اوعى يا ابو حديده، اوعى تغش في المونه بتاعه الاجوان بعد كده علشان الحاضر ما يقعش عليه المعارضه. حاضر حاضر يا قائد حاضر. يا سلام على حنيه قلبك يا معلم. خايف انت اوعى الحاضر يا درامز. لا يا دول انا خايف على البطيخ، انا احسن العارضه تقع عليها تتكسر ما نعرفش نلعب كوره. ياد كده كده هنلعب كوره يالا، عارف ليه؟ ليه يا دول؟ عشان كل اللي هنا دول مجانين. والحين دول درامز عندك اتنين شاي مع قهوه زياده وحلبة حصى. يا عم يا ابني يا ابني تعالى، احنا بندور على واحد اسمه عادل. عادل سعيد، مصري اصيل. اه عادل سعيد يا مثبت العقل في الراس والورقه في الكراس. يا ابني في ايه؟ انا امه في ايه؟ خرج منها لابس القميص. يا سلام، طب ما هو طبيعي انه يبقى لابس القميص لان انا اللي كويس الصبح قبل ما ينزل. اه يبقى الموضوع في حريم بقى وانت اللي مسلماه. يا ابني انا اللي غسل له القميص والله. ويهون عليكي ضناكي. يو انا بقى ابقى حماته، انا اللي حاطه له الزرارات في اللياقاتوس بتاعته. اه يبقى انتوا بقى منمرين من يوم ما اشتريتوا له القميص فتره الاوكازيون. لا لا لا، الحقيقه مش احنا اللي مشترين له القميص بصراحه، سنا اخته هي اللي دفعت ثمنه واشترته له. اخته؟ يا جماعه ده عيلة لحم ودم، ولا مغزى المنوكير ما يطلعش من الدوفر. عموما يعني هو موجود، اللهم احفظنا رب واحفظ حالمنا، في مستشفى المورستان التخصصي. ايه بتقول ايه؟ مستشفى جننتوه؟ احنا اللي جننا. ايوه قلت له هات هات هات، لما ربطت له هات هات. انتوا اللي ورثتوا. ورثت ايه؟ يلا روح نشوف. يلا أعزائي المشاهدين، باقي من الزمن 8 ساعات متواصلة وما زالت ضربات الجزاء التشجيعية هي سيدة الموقف. ها جاهز؟ جاهز يا دولة. يلا حاضري، عايزك تصدها ببقك. يلا دولة، أنا خايف أشوطها تطلع قرعة. ياد البيلينج ده على السكين ياد، أنت بس سمي وإن شاء الله تبقى حمرة يا رمزي. يا رب يا رب سهلالي زي ما سهلتها لسعيد عبد الغني في ماتش هولندا والبرازيل. يا رب ماتش هولندا والبرازيل ومصر كانت بتعمل ايه ساعتها؟ كانت هي الجمهور شوط بقى. نفسي هز الشبكه بقى، نفسي هز الشبكه بقى. شبكه وبطيخ، نفسك في حاجه تانية قبل ما تشوط؟ ماشي يا دوله ماشي. شوط هشوط اهو، شوط اهو، هشوط اهو، شوط هشوط اهو، هشوط اهو، هشوط. يلا ما تشوط يلا وخلصت، ما تجننيش. ماشي يا دوله هشوط اهو، هشوط اهو. جون جت جون. فاول فاول على السرير، اطردوا لي السرده، السرده طلعوا لي بره، طلعوا لي بره. حلو اعديها له بقى المره دي بقى يا دوله بقى، ده مهما كان برضو سرير محترف. لا معلش، السرير ده مش اول مره يعملها، قبل كده وقع المولل على ال 12 لعيب، طلعوا السرير ده بره. يا دوله بقى هات لي بقى، هات لي اوت ولا جورنال ولا اي حاجه. جورنال؟ ما انا لسه منديك اوف سايد من شويه. يالا هجيب لك منين؟ هجيب لك منين؟ طب بص يا دوله اديني حتى بلنتين. بلنتي ايه اللي اديهولك؟ يالا ما انا كنت جايب معايا شويه بلنتيات بس عشان الماتش طول، البلنتيات اللي عندي خلصت. اعمل ايه؟ ده بص حتى الصفاره شحنها خلص. يالا اه يا دوله اتريني عمال تصفر لي وانا مش سامع يا دوله خالص. طب بقول لك ايه، ما تستلف من الهاينز مان. الهاينز مان هاخد منه ولا ايه؟ ولا ايه يعني؟ ده راجل غلبان وانت ما تجوش غير على الغلابه. ده الراجل لسه هيجيب مسحوق غسيل ويغسل العلم اللي بيحطه في الكورنر ده وينشره عشان النهائي بكره. يالا ايه ده، هو بكره جه يا دوله؟ امال ايه، جه امبارح. يالا جاهزين؟ الحديد كده عليكم. يا دكتور يا دكتور اهدى الحاله جت. يا بروفيسور 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 بلح ارجوك، زوجي عادل بكامل قواه العقليه. طب والماتش اللي جوه ده هنشوفه خلص ولا هنقضيها هدف ذهبي؟ ماتش يا دكتور، انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، ان عادل ده شاب كله رياضي وما بيشربش تهجير وعمره ما دخن. بص بقى يا دكتور، بص يا دكتور، لو انتوا حاجزينه عشان الفلوس انا مستعده ادفع الحساب، بس ارجوك 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 تخرجوه. هنخرجه بعد ما ننضف له ودنه عشان عنده التهاب في الاذن الوسطى،
مفوتها على الآخر. شوف يا دكتور، أنا لا أنكر إنه أحياناً عادل كان بيصاب بحالات ذهنية متفردة، بس على فكرة ده ما كانش شيء ثابت، ده كان بيجيله كده لما يجيله اكتئاب. لكن لو نظرنا لكتاب البروفيسور العظيم إبراهيم ملوخية هنلاقي إنه تعدد الذهن ده بيحصل في الحالات اللي هي بتبقى فيها كده. فيها كده؟ بس إحنا ما نقدرش نعرف حاجة غير لما ندوق ونغرف. إبراهيم ملوخية قلتيلي على كده. بص يا دكتور، بص نعم. يا دكتور، لو أنت عايز تاكل ملوخية أنا مستعد أعمل لك ملوخية في دقيقة وتاكل صوابعك وراها، بس أرجوك 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 اطلق سراح ابني. يا حضرة الضابط أبوس إيدك يا حضرة الضابط، بريء والله بريء. معلش عسكري يا ضابط. مين ضابط مين؟ انتوا اللي عايزين تتظبطوا. انتوا اخر مره اتكهربتوا امتى؟ انا عارفه انا عارفه انا اتكهربت سنه 2000، يعني في غضون من 2000 ل 2001 كنت بعمل العصير لابنتي ياسمين في المطبخ، وكان اللي هو اللي بدل اللي بيعمل العصير ده راح مفوت، فروحت لاسعه بقى. وانت يا حاجه؟ انا بقى هقول لك، انا بقى كهربت لما كنت بتصنت على التليفون، بس ربنا عمل فيا كده عشان يبقى في حكمه، عشان يقول لي ما تتصنتيش تاني، عيب عيب عيب. طبعا، والاخت ام الالوان المتعدده. انا بقى كنت قاعده باخد بين سولاي كده في الشمس، وبعدين انا نفسي هفتني على فشار، رحت رايحه علشان اجيب الفشار، وبمسك الفشار كده لقيت كهربا 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 وصحيتني، ومن ساعتها بقيت كده يا دكتور. طب بقول لكم ايه؟ ايه يا بلح؟ اقول لكم على حاجه. قول قول. بصي بصي يا ابني جميله خالص. احنا جايبين جهاز كهربا جديد بالقسط. يلا بينا عشان الكهرباء. عموما احنا بنعتذر، ده خطأ مقصود او مش مقصود انا مش واثق. تعتذر ايه حضرتك؟ حضرتك يعني ده انا اتمرمطت جوه، ده في واحد اسمه ابو حديده ضربني بالحديد على كتفي، من ساعتها بص مش عارف احرك ايدي خالص. كذاب كذاب. حضرتك ابو حديده ده انسان نبيل وشهم وظريف والله، وبدا من الصفر لغايه لما بسم الله ما شاء الله وصل لغايه لما بقى على الحديد. مع الحديده يعني تحت الصفر يا ربي كده هنتحبس تاني كده، هيدخلونا جوه تاني مع المجانين. انا نفسي ادخل جوه، انا نفسي ادخل جوه. انا نفسي من تشرفنا بيكم، اتفضلوا انتوا دلوقتي، ولو عزناكم هنبعت نجيبكم. سيبوا لي تليفوناتكم. قوي قوي، هات تليفونك هات تليفون. اتفضل اتفضل، ادي تليفوناتنا هنا. اتكل على الله. سلام عليكم. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.